سامحكم الله. في سؤال ثالث يقول: ما الحكم إذا رجل استمتع بزوجته أو داعبها وهو صائم ولم يخرج منه شيء، ما حكم ذلك؟ هذا لا يؤثر على صيامه ما دام لم يخرج منه شيء، إنه لا يؤثر على صيامه، لكن ينبغي له أن يبتعد عن هذا، لأنه وسيلة إلى الحرام ووسيلة إلى إفساد الصيام، والشرع جاء بسد الوسائل المفضية إلى المحذور وإلى المحرم. نعم. الله. في آخر أسئلته يقول: أرجو أن تبينوا لنا بعض أخطار تجمع الشباب وتجمهرهم في الممرات. لكن مع ملاحظة أنه ما جامعها في فرجه، أما إن جامعها في فرجه بطل صيامه ووجبت عليه الكفارة المغلظة ولو لم يخرج منه شيء، إنما هذا في الاستمتاع الخارجي. نعم.